نالت مثيل هذا الفخار، والتقن بترابها شمسي وقمار. الإحصائية التي تعودنا أن ننقل للأخوة الإحصائية النهائية لعدد الزائرين، طبعا قبل ذلك أحب أن أنوه، طبعا في سنة 38 للهجرة كان عندنا 3 محاور، في سنة 39 كان 4 محاور، في هذه السنة كان 5 محاور، يعني أضيف محور الحر ومحور الحسينية غير الطرق الرئيسية بغداد كربلاء، الحلة كربلاء، النجف كربلاء. طبعا المعايير التي نعتمد فيها في الإحصائية معايير رقمية، يعني بمعنى أن كما ذكرنا في العام الماضي تنصب كاميرات تعد الزائرين الداخلين فقط، وأيضا تعد بالنسبة إلى السيارات. بالسيارات نحن تعاملنا مع الحد الأدنى، يعني الحد المعقول. مثلا سأذكر شيئا، يعني بعض السيارات مثلا طريق بغداد كانت طابقين، بعض السيارات ممكن يدخل بها 80 شخص، بعضها كان يعني يحمل أكثر من 90 شخصا. نحن لم نذكر هذا الرقم، وإنما يعني خفضنا هذا الرقم، فبدأنا دائما بالحد الأدنى. وبدأت الإحصائية من يوم 7 صفر أيضا إلى يوم 20 الساعة 12 ليلا، يعني يوم 3 ليلا 12 ليلا احنا أنهينا العد. طبعا هناك بعض الزائرين بدأوا يعني توافدوا، لكن حتى نكون نحن في مستوى الدقة نتعامل معها. طبعا ألفت النظر إلى قضية بسيطة سأرجع، في بعض الحالات الإحصائيات يعني مثلا سأذكر عزاء طوريج، طبعا هذه ظاهرة، وعزاء طوريج من الشعائر التي يعني نحرص على استمرارها، وهذا العزاء الكبير في بعض الحالات يعني لا تسعفنا الوسائل الحديثة بعد العزاء، طريقة الممارسة عزاء طوريج الكاميرات تخطأ، يعني هذا الاندفاع السريع وسرعة الزائرين وكل باب من الأبواب الصحن الشريف ظاهرة غير منظورة للعالم. يعني حتى عندما فاتحنا بعض أهل الاختصاص من خارج العراق ونقلنا لهم الصور استغربوا، قالوا لم نعد هذه الظاهرة، يعني الكاميرات تعاد إلى أنفار مثلا في كل ساعة كذا، أما بهذا التدفق الكبير فلا توجد عندنا تقنية، يعني هناك وعد منهم أن يلاحظ، لكن تبقى مسألة الدقة في هذا الجانب، يعني نحتاج إلى ممارسات حتى نؤكد هذه الدقة. لكن في زيارة 40 الوضع أسهل، يعني مداخل المدينة متوفرة، وحركة الزائرين هي حركة المشي العادي التي لا يصعب على الكاميرا أن تعدها. طبعا تذكيرا أنه نحن في سنة 38 قبل سنتين كان عدد الزائرين 11,210,367، في سنة 39 كان عدد، يعني العام الماضي كان عدد الزائرين 13,874,818. في هذه السنة كما قلت إلى وقت الثانية بحمد الله تعالى مع 5 محاور طبعا قلنا ضفنا، كان عدد الزائرين 15,315,322,949 زائرا، وهذه الزيارة طبعا مع وجود أكثر من 10,714 موكب خدمي في 25 دولة أو أكثر،
225 هيئة كانت جاءت من خارج العراق. طبعا العدد الذي ذكرته 15 مليون هذا عدد الداخل والخارج، يعني من خارج العراق أيضا جاءوا بحدود 2 مليون أو أقل بقليل، والباقي هما من داخل العراق. يا أرض نالت مثيل هذا الفخار، والتقين بترابها شمسي وقمار، والتقين بترابها شمسي وقمار. يا أرض نالت مثل هذا الفخار، والتقين بترابها شمسي وقمار، والتقين بترابها شمسي وقمار. خصها بعض منزلة الله كرم كربلاء، الله كرم الله كرم الله كرم كربلاء كربلاء كربلاء. سالت عليها طهر دماء، بالكرامة صارت بعلوي السماء، تبركت بيها جميع الأنبياء، بها روح المصطفى سيد البشر. شاءت القدرة الإلهية تصير كربلاء بعنوانها تهز الضمير، من وصلها حسين مؤمن بالمصير، يدري يبقى الوحدة معنى الظهر، يدري يبقى الوحدة معنى الظهر. خصها بأعظم منزلة الله كرم كربلاء، الله كرم الله كرم الله كرم كربلاء.